الرحمن الرحيم. لقد قمنا سابقا بشرح درس فلسطين الحبيبة وتعرفنا فيه على ما دار بين الجدة وحفيدتها، بحيث قامت الجدة بوصف طبيعة قريتها وما دار فيها من أحداث. الرحمن الرحيم. الآن طلابي الأعزاء، ننتقل إلى درس المعجم والدلالة صفحة رقم 52. السؤال الثاني، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. 1. العبارات تعني العبر والمواعظ. ب. الدموع. ج. عبور الطرق. إذا أردنا النظر إلى كلمة العبارات ننظر إليها فإن العين تكون مفتوحة، فهي هنا تعني الدموع، لكن إذا كانت العين مكسورة فتعني العبر والمواعظ. وإذا أردنا أن نوظف الكلمة بجملة مفيدة بحيث تكون العين مفتوحة العبارات، انهمرت العبارات عندما رأيت مكة فارغة من المصلين. ننتقل الآن إلى رقم 2. ننعم تعني ألف نسعد، باء نهدأ، جيم نغني. وهنا تعني ألف نسعد. وإذا أردنا أن نوظف كلمة ننعم في جملة مفيدة نقول وننعم بالراحة عند الانتهاء من الاختبارات. ننتقل إلى رقم 3. تكسوها تعني ألف تحيط بها، باء تغطيها، جيم تنتشر فيها. تكسوها هنا تعني تغطيها باء. وإذا أردنا أن نضع الكلمة في جملة مفيدة نقول تكسو الأزهار البستان. ننتقل إلى السؤال الثالث. استخرج من النص ضد كل كلمة مما يأتي. خوف، محتل، جديدة. ضد كلمة خوف أمن، محتل ضد كلمة ضدها محررة، جديدة قديمة. وشكراً أعزائي الطلاب، سنستخرج من درس فلسطين أهم القضايا اللغوية.